يعني ايه جلطة رئة؟ تعريفين، كان هناك تعريف وتغير بكلمة، هم قالوا ايه؟ في الدورة الدموية للرئة، دي حاجة احنا متفقين عليها من زمان، في بطين ايسر وفي بطين ايمن، البطين الايمن طالع منه الشريان الرئوي، الشريان الرئوي داخل على الرئتين، وبعدين نلم الدم ونوديه للشمال، مالناش دعوة، خلينا في اليمين. حاجة طلعت في الشريان الرئوي، فهم العلماء قالوا كده، أي مادة صلبة في الشريان الرئوي تعتبر جلطة رئة. وبعدين لقوا حالات غريبة جدا جدا، إن جلطة الرئة ممكن تبقى مش جلطة خالص. فقالوا ما احنا قلنا اهو، ما احنا قلنا اي حاجه صلبه يعني حته من ورم هي مش جلطه، ما هي جلطه في مفهوم الناس ان دم اتجلط، وده اكثر حاجه يعني، ممكن تبقى حته من ورم، حته دهن من عظمه طلعت، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل يعني، بس لقوا ان كلامهم يبقى غلط، فقالوا اي ماده صلبه في الشريان الرئوي تبقى جلطه رئه. جه العلم نكد عليهم في التعريف، في ناس عندهم جلطة الرئة بهواء، فقاعة هواء، فقاعة هواء، انت عارف ساعات طبعا كلكم شفتوا الشيشة، الشيشة فيه هواء ماشي في مية، تخيل فقاعة من دول ماشية في الدم فبتسد لانها ما بتخليش الدنيا تمشي، فقاعة هواء، فيبقى التعريف غلط، اي مادة صلبة دي مش صلبة، غيروا حرف واحد، قالوا بدل ما هنقول اي مادة صلبة اي مادة غريبة، بس بقت سهلة جدا، حتة ده مادة غريبة، جلطة دم متجلطة حاجة غريبة، هواء حاجة غريبة، جزء من ورم حاجة، اي حاجة، اي حاجة غريبة في الدورة الدموية الرئوية تعتبر جلطة رئة، والعيان بيجي بشكل جلطة رئة، نكتشف بعد كده ان لا دي ما كانتش جلطة، دي كانت كذا او كذا او كذا. واضح التعريف؟ يبقى ما هو تعريف جلطة الرئة؟ هو مش شرط انها تبقى جلطة خالص، جلطة في مفهوم المشاهد انه دم تجلط، لا، واحدة ست عندها ورم لا قدر الله في الرحم، في عنق الرحم، ساعات جزء من الورم ده يروح داخل وماشي مع الدم طالع في الرئه، يبدو كما يكون جلطه رئه بالظبط. بروستاتا نفس الكلام، قولون نفس الكلام، اورام، او حادثه عربيه، كلكم طبعا رحتوا للجزار واشتريتوا مواسير، في ناس غاويه يقول له بعد ما تديني لحمه اديني ماسوره بتبقى شربتها دسمه ولا انصح بيها، طبيا لا انصح بيها، انما لما تكسر العظمه جواها نخاع العظم، في ناس بتحبه جدا وتشفطه وتاكله، نخاع العظم ده عباره عن دهن، ساعات في حادثه عربيه نخاع العظم ده يخش الدم ويطلع الى الرئه، بقى جسم غريب، حته دهنه في الرئه بتعمل شبه جلطه، انما اكتر حاجه هي الجلطه فعلا، يعني اكتر من 95% من العيانين اللي بنيجي نشخصهم جلطه رئه 95% يطلعوا دم متجلط في مكان ما هتكلم عليه واتحرك وراح الرئه، وال5% بقى التشكيله اللي انا قلتها،